السلام عليكم أصدقائي الطلاب. المنحة التركية أعلنت عن تواريخ افتتاح التسجيل فيها، واللي كانت ما بين 10 يناير و20 فبراير، يعني تقريبا معنا 40 يوم للتسجيل بهي المنحة. بفيديو اليوم رح أعطيكم عدد من النصائح المهمة أيضا لما بدنا نسجل على المنحة، لازم نكون منتبهين عليها مثل بقية الفيديوهات اللي أنا عملتها بهالسلسلة من ضمن الخفايا والشرح العام بالمنحة. خليكن معنا لحتى تعرفوا أهم النصائح اللي لازم على كل طالب لما بدي يسجل بالمنحة يكون عاطي انتباهه إلها. بداية، وهي النصيحة اللي كتير مهمة وللأسف قد ما حكينا فيها بتلاقي الطلاب لسه بيضلوا عم يوقعوا فيها، وهي الشغلة عم تخلي كتير من الطلاب ينرفضوا أساسا من المنحة، أو حتى ما ينرفضوا لأنهم بالأساس ما قدروا يقدموا، واللي هي أنه الطالب بيعيف التسجيل لآخر 4 أيام أو آخر 3 أيام من انتهاء فترة التسجيل على المنحة. مثل ما قلت لكم ببداية الفيديو، التسجيل رح يكون ما بين 10 الشهر حتى 20 فبراير. معنى آخر أنه الطالب بيظل بيحاول يجمع أوراقه على مهله لحتى يجي آخر يومين ثلاثة من التسجيل على المنحة. هون بقى بده يسجل، للأسف بيتفاجأ أنه في ضغط كتير كبير بموقع المنح التركية، فبالتالي ملفه ما بيكتمل ولا بيقدر يقدم طلب التسجيل، بتسكر المنحة بدون حتى ما يسجل. كتير لازم ننتبه على نقطة التسجيل المبكر، أقل شيء قبل بأسبوع لازم تكون كل أمورنا منتهية ومقدمين طلب التسجيل للمنحة. بالنصيحة الثانية، وأنا هاي النصيحة بالذات ذكرتها بفيديو الخفايا اللي عملناه ضمن السلسلة، ورح أرجع أذكرها هلأ لأنه هي كتير هامة. لما بأي شغلة أنت عم تكتبها بالمنحة لازم توصل للجنة التقييم بالمنحة فكرة أنه أنت شخص فعال في المجتمع. أنا مو بس شخص ذكي وعلاماتي مرتفعة وعندي القدرة بأني أجيب أعلى أول على تركيا مثلا، لا، المهم عند المنحة بشكل أساسي هو أكيد المعدل والتفاصيل الثانية اللي ذكرناها، ولكن في نقطة أيضا لا تقل أهمية عن المعدل والشهادات، اللي هي فرجيهم أنه أنا نشيط اجتماعيا، عندي حملات، عندي أنشطة تطوعية، مشارك بكثير من النشاطات الثقافية، المسابقات، ولو ما شرط تكون أخذ الجوائز يعني، ولكن مشارك. قسم الأنشطة التطوعية والاجتماعية لازم تكون مليانة. لا يعني بأنه الطالب إذا ما ملاها رح ينرفض بالمنحة، لا، نحن عم ناخذ بالأسباب وعم نقلكن أنه حتى لو الطالب ما عباها ممكن يصير في قبول بالمنحة، ولكن أغلب الطلبة اللي انقبلوا بالمنحة كانوا عاملين هاي الشغلة لأنه المنحة بدها طالب نشيط اجتماعياً. هاي النقطة لازم كتير نكون منتبهين إلى أيضا، لأنه المنحة أثناء القبول يعني أثناء فترة الدراسة مع المنحة بتعمل كتير نشاطات للطلبة الأجانب، لهالسبب هي بتحتاج هدول الأفراد النشيطين اجتماعيا. بالنصيحة الثالثة اللي هي بالمعلومات الشخصية، كتير طلاب عم تسألني بالفترة الحالية أنه أنا ما معي جواز سفر، فيني أقدم عن طريق الهوية الوطنية؟ هو صراحة فيك تقدم عن طريق الهوية الوطنية بالفترة الأولى يعني أثناء التقديم المبدئي، ما في مشكلة، ولكن يفضل جواز السفر طالما أنت في عندك إمكانية، لأنه ترفق جواز السفر بدال البطاقة الشخصية فهذا الشيء أفضل، لأنه بتعطي أيضا إيحاء للجنة التقييم أنه أنا جاهز، كل أوراقي جاهزة، حتى جواز السفر أنا طالعته. بالنسبة للنصيحة رقم 4 واللي هي الشهادات والأوراق بشكل عام اللي بدي أرفقها، ولكن خصوصا الشهادات الرسمية اللي هي الشهادة الثانوية، كشف العلامات، شهادة اليوس إذا كانت موجودة، طبعا شهادة اليوس وشهادة السات بيكونوا أساسا مترجمات، ولكن بشكل عام النقطة اللي بدي أذكرها اللي هي أنه يكونوا مترجمات للغة التركية أفضل، وإذا ما في إمكانية اللغة التركية يكونوا مترجمات للغة الإنجليزية. بنفس الوقت أنا عم سهل على لجنة التقييم الوصول لمعلوماتي بأسهل طريقة، رغم أنه في ناس بلجنة التقييم عرب، ولكن الشريحة الأكبر راح تكون ناس بيعرفوا تركي وبيعرفوا إنجليزي. بالنسبة لشهادة التوصية، الموضوع الأكبر واللي شاغل طلاب اللي بدهم يسجلوا على المنحة، شهادة التوصية باختصار شو هي؟ أنا طالب كنت في المدرسة،
سواء إذا بدي سجل بكالوريوس أو كنت في الجامعة إذا بدي سجل ماجستير. أحد الأساتذة أو أحد الناس اللي عندهم موجودين بالكادر التعليمي شو ما كان يكون، سواء أستاذ أو مدير أو مشرف أو شو ما كان يكون، بيعرفني، فأنا بروح بطلب منه بدي شهادة توصية للمنحة التركية. خطاب التوصية بيكون في إله نماذج كتيرة، ولكن بالمعنى العام بيكون إنه أنا الشخص الفلاني، وظيفتي فلانية، عندي مثلا بدرس أو بشتغل في الجامعة الفلانية أو بالمدرسة الفلانية، هذا الطالب درس عندي وأنا بشهد إنه هذا الطالب كان متميز ونشيط اجتماعيا من هالحكي. وبيكتب آخر الرسالة أيضا وسائل التواصل الخاصة فيه، يعني وسائل التواصل إيميله، رقم تليفونه، هالتفاصيل، لأنه ممكن المنحة ترجع له لما يتم القبول وتسأله أنه أنت الشخص وصيت فيه كذا كذا، فهل هذا الشيء صحيح؟ بطبيعة الحال لهالسبب هي مهمة. الحد الأدنى لازم يكون في شهادة توصية وحدة، إذا قدرتوا تجيبوا أكثر بيكون أفضل بكتير أيضا بنفس الوقت. بمركز الخوارزمي الأكاديمي أيضا أطلقنا عرض جديد للتسجيل على المنحة التركية لحتى نحط كل خبراتنا الموجودة عنا من 7 أو 8 سنوات بملفاتكم أثناء التقديم. سابقا كان سعر التقديم على المنحة $150، خفضنا السعر وأصبح $100 بالإضافة لرسالة الدافع. رح نساعدكم بكتابة رسالة الدافع ورح نساعدكم باختيار الجامعات في حال كان الجامعات أنتوا بدكم تختاروها ورسالة الدافع أنتوا بدكم تكتبوها، ولكن نحن فقط منشيك عليها تشيك ومنعطيكم النصيحة، فقط $50، يعني تسجيل على المنحة فقط $50 أيضا، وعرض خاص بالنسبة للطلاب اللي مسجلين عنا في مركز الخوارزمي الأكاديمي، سواء يوس أو سات أو تومر أو مستفيدين من أي خدمة من خدمات المركز الخوارزمي الأكاديمي سابقا، رح يكون التسجيل لكم فقط ب 300 ليرة تركية. في حال كان عندكم الرغبة انه تسجلوا على المنحة عن طريقنا او عندكم اي استفسار يا ريت تتواصلوا معي عن طريق الرقم اللي رح يظهر هلأ على الشاشة، تتواصلوا معي عبر الواتساب فيه وان شاء الله نكون عم نساعدكم. النصيحة رقم 1، ركزوا عليها منيح، ما تتأخروا وبلشوا بتجهيز ملفاتكم من الآن وراسلونا، لأنه الوقت دائما ما بيكون من صالحنا. يا أهلا وسهلا فيكم وانتظرونا بفيديو جديد بهالسلسلة.